هي مخلوقة، واليوم الناس وصلوا لهذا الكلام وفهموه. طيب هي الأصل ترجع للعدم لأنها كانت عدم، ما الذي يمسكها مثلا؟ لا، هو الله سبحانه وتعالى. نفهمه إذا فهمناه بطريقة طفولية وكأنه أكبر من البشر بشوي، فبالتالي مش عم بستوعبه إنه هو، مش هيك؟ هو الله يأذن ولا يأذن، هو تصور الآية اللي قرأناها، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، لاحظ، لفتحنا عليهم. إيش في أسرار؟ إيش في أسرار؟ إيش في كنوز ممكن يفتحها هو؟ على فكرة مثلا أعطي مثال، لقيت البشرية في يوم من الأيام ما كانتش هي بتعلم إنه في بترول ويمكن الاستفادة منه. وين تعلموا البشر؟ لما وصلوا إلى درجة من النضوج وجدوا أن الله سبحانه وتعالى محضر لهم البترول. وإحنا برضو حتى لما يستنزف البترول، ما هو أصلا صارت العلوم وقدراتنا الآن، ممكن صرنا إذا البشرية، لا، البشرية موجودة لتقوم بالخلافة في الأرض وتنجح، هي بدها تنجح فكرة. ولذلك في آخر الزمان بيكون في نوع من السيطرة في عالم المادة من قبل الإنسان بهذه العلوم، وينجح في الخلاف الإنسان في النهاية على فكرة، بينجح. هو مش موجود مشان يجتث، موجود في الأرض مشان يجتث، لا، هو رح يوصل. ولا الآن هالتهديد هذا برضو والخوف بتجعل الإنسان الروتين اللي كان عايش فيه، الروتين اللي كان عايش فيه والغفلة اللي كان واقع فيها تذهله عن حقيقة وجوده وحكمة وجوده، تذهله عن معرفة خالقه وصلته بالخالق. هاي على فكرة رح كثير في من الناس تطلب الآن العلاقة الصحيحة بالخالق، نتيجة انه عاش الفترة اللي هو عاش الرعب فيها. هذا الرعب اللي تم تخويفك فيها انت، ليش بتخوف؟ بتخوف مشان